أخبار اليوم. أول حاجة عايز أقول مبروك لمصر النهاردة، مشاركتنا افتتاح النهاردة المهرجان دار 37. عايز أقول مبروك جدا إن احنا عملنا يعني المهرجان ده في وقت عصيب، إن احنا مصر بتحاك حواليها مؤامرة كبيرة، إن بلد مش آمنة، بلد فيها مشاكل. احنا عايزين نقول لهم إن احنا بلد أمن وأمان، بلد شياكة، بلد فن، بلد احترام. النهاردة من خلال المهرجان وكبار فنانين اللي بيحضروا النهاردة المهرجان بيقولوا النهاردة رسالة كبيرة جدا لكل العالم، تعالوا مصر وشوفوها، شوفوا قد ايه فيها، هتعشقوا مصر مش هتحبوا مصر بس. النهاردة انا عامل فستان مدام ليلى علوي، مدام داليا البحيري، مدام يسرى درة، عامل مدام صفية العمري، مدام لبلبة، فريال يوسف، عامل النهاردة 10 فساتين الكبار النجمات في مصر وفي العالم العربي، وبقول لهم شرفتوا المهرجان ونورتوا كل المهرجان، ويا رب دايما مع بعض، كل سنة وانتم طيبين.